الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يجب على كل مسلم ومسلمة الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالاقتداء أساس الاهتداء. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة، يقول: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب، في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل. ولا بد من تحقيق المحبة الحقيقية لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتقديم محبته وأقواله وأوامره على من سواه، كما ورد في الحديث الشريف: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن هنا كان واجبنا الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلها المثل الأعلى للإنسان الكامل في جميع جوانب الحياة. فاتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليل على محبة الله سبحانه وتعالى، وبذلك ينال محبة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فسيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كانت وما زالت نموذجا بشريا متكاملا في جميع المراحل وجوانب الحياة العملية، ونموذجا عمليا في صياغة الإسلام إلى واقع مشاهد، فيعرف المؤمن من خلال أقواله وأفعاله فيتبع رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعل اتباعه دليلا على صدق محبته لله سبحانه جل وعلا. كما أن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل من أصول الإيمان الذي لا يتم إلا به، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا صادقا حملهم على الدفاع عنه حتى الموت، وعلى التأسي به والاقتداء واتباع أمره واجتناب نهيه، رغبة في صحبته ومرافقته في الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي الحديث الشريف: المرء مع من أحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبته، إنه كريم مجيب. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم.